أنا شخصياً كمحافظ راح أرفض استقباله في محافظة البصرة، لأن اليوم أنا أمثل رئيس اللجنة الأمنية العليا في محافظة البصرة، فأرفض استقبال شخص. وسمح لنا القانون حتى نكون كلش واضحين، لو وصلنا إلى طريق مسدود في، لأنه الرجل يعتبر روحه عسكري يجب عليه تنفيذ الأمر، لو وصلنا إلى فراغ في موقع قائد شرطة البصرة فراح نرفض القادم من خارج المحافظة وندعو إلى انتخاب أو ترشيح 3 أسماء وعلى مجلس محافظة البصرة اختيار أحد هذه الأسماء. القائد الجديد مرفوض وصوله إلى البصرة، أنا المحافظ أقول أرفض وصول القائد الجديد إلى البصرة.